السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج دايلكس ايفو او برنامج مهم جدا في تصميم الانارة. في اكتر من وسيلة للتعامل معاه، ممكن تعمل ملف في الاوتوكاد وتبدأ تدخله او تعمله في الريفت وتدخله في دايلكس. دلوقتي هقول له روم بلانينج، عندي اختيارين. الاختيار دوت ان هي هتبقى على هيئة مستطيل، فبتدخل الابعاد وتقول له اوكي، فبتلاقي الغرفة اترسمت. طيب لو هي مش بشكل منتظم، مش مستطيل، فاول حاجه هتعملها ان احنا هنختار مثلا الاديوكيشنال، وتختار الابلكيشن، وهتدي له الهاي والول سيكنس. تمام، الاربع دول مشتركين مع الفيتو، بس هو مش هيديني امكانيه ان انا ادي له ابعاد الغرفه. هقول له اوكي وابدا ارسم انا الغرفه. هو البرنامج مجاني، مجرد تكتب دايلكس ايفو على جوجل هيبدا يتحمل لك، وهو هنا بيديك زي معلومات او اعلانات عن اهم الشركات الخاصة بالإنارة. طيب دلوقتي هقول له هنا construction، وهبدأ ارسم الغرفة اللي انا عايزها، وكل حاجة برسمها بتبدأ تظهر عندي هنا. ممكن ترسم غرفة دائرية، ترسم اللي انت عايزه. تقدر برضو تغير المقاسات لو انت حابب، تقدر تشوفها في ال 3D اهوت، او تقدر تشوفها في ال 2D او في السكشن زي ما انت عايز. ممكن تجيب تقول له لود بلان وتحمل بلان موجود جاهز. صورة مثلا وتبدأ انت ترسم عليها، او DWG او DXF هنعملها، ما فيش مشكلة. طيب لو انت عايز تنزل بقى مثلا شباك مثلا او كده، هتيجي هنا وتقول له سيلكت، وتختار شكل الباب او الشباك اللي انت عايزه، وكاتالوج بتلاقي برضو فيها كاتالوجات كتيرة. ممكن مثلا ويندو، وتسحب وتبدأ تحط بالشكل دوت، ومن هنا بتبدأ تختار المقاسات، وتقدر ان انت تعمل موف او تعمل سكيل لو انت حابب. طيب عايزين نبدأ نحط بقى شوية فرنتشر، تيجي هنا على فرنتشر، في اشكال جاهزة تقدر تحطها، او ممكن تقول له كاتالوج وتدخل على الكاتالوج بتاع الدايلكس، فيها مجموعة حلوة ومنظمة بشكل حلو. ممكن تقول له مثلا اوفيس وتبدأ تختار اي حاجة انت عايزها، او ممكن تقول له لا ده انا عايز مثلا هوم، حسب التصميم اللي انت عايزه. تبدأ تشوف ايه الحاجات اللي انت عايزها، في تشير، في تيبل مثلا اهي، تسحب وتحط التيبل، وممكن حتى تحطها على هيئة مثلا مصفوفة من هنا لهنا مثلا لهنا، هو يبدا يوزعهم. تقدر انت بقى تقول له انا عايزهم 2 او 3 زي ما انت عايز، يعني ممكن تقول له ايه انا عايزهم 4 2 في 2. فيبدا يعمل لك بالشكل ده. تقدر تدخل وتغير المقاسات لو انت عايز تغير اي مقاس فيهم، المسافة بين ده ودوت او ده وده زي ما انت عايز. امر الموف تقدر انت تغير. طيب خلينا نبص عليها كده في ال 3D. طيب عايزين نغير شوية في الماتيريال، هاجي هنا في الماتيريال وقول له سيلكت. عندي حاجتين بقى في الماتيريال، عندك تقدر تحط كولر وعندك تحط ماتيريال. لو بتحط ماتيريال فهو ممكن تحط كله مره واحده، الحائط مره واحده، او ممكن تختار ان انت بشيفت تختار ان انت تحط الواحده فيهم بس. مثلا هناخد الماتيريال ده عشان بس واضح شويه. تمام،
كل الحاجات كلها خدت نفس الماتيريال. لو قلت له سيلكت وقلت له ماتيريال واخترت الماتيريال المختلف بس، دوس شيفت، هيبقى على الواجهه بس اللي انا اخترتها. يعني مثلا دوت، تمام، مجرد بس ايه ان انا هختار، وانا ده شيفت هيبقى الناحيه دي، يعني حتى الحيطه في الناحيه التانيه مش واخده الحاجه دي. طيب هقول له بقى سيلكت واقول له لا ده انا عايزها بقى من خلال الكلر. وممكن بقى تدي مثلا عندك البلو، الجرين، درجات كتيره. تمام. طيب بعد ما حطينا الماتيريال وحطينا الحاجات، ممكن ندخل بقى على اللايتنج، وده الاساسي بالنسبه لنا. تمام، هو بيقول لي عايز يعمل اكتف اليومين، تقدر تحط بقى الاناره، فهقول له سيلكت، مفيش اناره موجوده، انا عايز ابدا بقى احمل الاناره. ممكن تقول له جو تو براند، او هنشوف اسلوب اخر عشان ادخل على النت واحمل الماتيريال، احمل الاناره اللي انا عايزها. فتح لي بالشكل دوت. فممكن اي شركه عجباك، تمام، تقول له انا عايز اضيف الماتيريال ديت اللي انا عايزها. بيقول انت بقالك فتره ما سيفتش، ممكن اقول له ايه داونلود برودكت كاتيجوري، فراح مدخلني على الموقع. كل الحاجات فيه مجاني، محدش يخاف. بيقول لي انت عايز تعمل سيف از، فهقول له نزل لي الملفات ديت، فهي بتنزل اوتوماتيك في البرنامج. تقدر تختار اي حاجه انت عايزها. نرجع بقى لللايت، اقول له سيلكت، هيقول لي مفيش. طيب بعد ما سطبنا البرنامج نقدر نختار اللي احنا عايزينه. بعد كده اقول له ايه سند تو دايلكس. وقال لي ان انت تقدر تصدره البي دي اف وتصدره برضو اي اس. طيب نيجي هنا بقى للبرنامج. فمن الاول بنيجي هنا بنلاقي ال مفيش كتالوج، مفيش حاجه نختار منها. دلوقتي اصبح في حاجات جاهزه نقدر نشتغل بيها، نقدر نوزع من خلالها. تمام، فلما تيجي على سيلكت هنا تلاقي عندك انواع كثيره جدا تقدر تختار زي ما انت عايز. وكمان تقدر تعمل امبورت، يعني طريقه تانية ان انت تعمل امبورت لو انت عندك الملفات دي موجوده عندك على الجهاز، اللي هي الملفات اليو ال دي والاي دي تي والاي اس. طبعا الاي اس دي موجوده عندنا كتير، والسي اي بي وال تي ال. طيب ممكن بعد كده نقول له احنا عايزين نوزع مثلا كريكتانجل زي ما كنا بنوزع الفرنتشر، فيقول لي انت عايز توزع كام في كام، فهقول له مثلا 2 في 2، واضغط اول نقطة كأني هوزع مثلا في الاتجاه دوت. و انا كتبت 8 بالغلط، انا كتبت 8 مش 2، معرفش ازاي. تمام، وتقدر تعدل زي ما انت عايز في المقاسات وفي الحاجه بعد ما تحطها، مفيش اي مشكله خالص. تقدر توزع الاناره، عندك انواع كثيره من اللي ممكن تحط فلتر، ممكن تعمل اديت جوينت، ممكن تحط اناره ايمرجنسي.